شهر مبارك، اكيد الكل ناطر حزورتنا اليوم. طبقه فوق طبقه حطوني، والمكسرات حشيوني، بالفرن الحامي خبزوني، وبسائل بارد غمروني. من اكون؟ اللي بيجاوب صح رح يدخل اسمه بالسحب. خلونا نشوف سوا شو الهدايا اللي نغلطها. تتشرف باتيسري لمادلين بتقديم هدية يومية للفائز بحزورة رمضان من الحلويات العربية، وكل عام وأنتم بخير. بشرفني أني أنا أكون معكم طيلة شهر رمضان لأقدم لكم 30 هدية تسعد قلوب الستات. أتراني عثمان بيوتي سنتر مع فريق عمل نسائي متخصص، كل عام وأنتم بألف خير. إنسايد أركيغرافيك بيقدم كباية مطبوع عليها صورة الرابح ولوجو المطبخ طرابلسي. تسر إدارة مطعم عبد الكريم صبرة أن تقدم وجبة يومية للفائزين بحزورة رمضان المبارك. بقدم لكم من محل ديفا هدية يومية للرابح بحزورة رمضان، شال من اختياركم، ورمضان كريم. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالمطبخ الطرابلسي بالأستاذ أحمد كبارة. نحن بهالمناسبة الحلوة منقدم جست صغير بمطعم الفول أوبشن بمناسبة رمضان المبارك الكريم، أعاده الله عليكم وعلينا باليوم والبركة. إن شاء الله منقدم جست هو عبارة عن سحور لخمسة أشخاص مقدمة من مطعم الفول أوبشن، والله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم.